رجعناكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ويسعدنا ويشرفنا النهاردة للمرة الثانية معانا سيادة المستشار صقر عبد الله. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا مرحبا فيك. هلا والله. أهلا يا حضرتك، نورتنا النهاردة وسعداء بوجودك معانا استكمالا للحلقة اللي فاتت. سيادة المستشار، طبعا حصل حادث طبعا في الفترة اللي فاتت في الأسبوع الماضي ده، خاص بطفلة المعادي وما يختص بموضوع التحرش. قبل ما نخش في موضوع الطفلة، أحب حضرتك توضح لنا إيه هو التحرش، إيه أنواعه أو أشكاله، وإزاي إن إحنا نتجنب موضوع التحرش ده، بعد كده ندخل في موضوع الطفلة وجزائها بقى. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول شيء أنا بشكرك اللي استضفتش لي للمرة الثانية، وإن طلعت معك ثاني مرة وفي قناة الصحة والجمال. طبعا بالنسبة لموضوع التحرش، إنزين، أول شيء ده طبعا يعني الموضوع ده صار جديد على المجتمع المصري، يعني ما كانش موجود الأشياء ديت في المجتمع المصري. عرفتي اللي معروف طبعا عنه النخوة والشهامة والرجولة، وعرفت شلون، لدرجة ان يعني يمكن الجار كان يخاف على جارته اكثر مثلا من خويها. عرفت شلون؟ صح. كانت المرأة او البنية انزين تمشي في الشارع في اي وقت بكل امن وامان، لان عارفة بارك الله فيك ان الشباب في المنطقة او الجيران هم حامينها. انزين، لكن الفترة هذه انتشر للأسف في عرفت شلون؟ اي نعم. فطبعا ده بيكون لي يعني أسباب. اي نعم. أوكي. وفي مثلا المتحرش دوت الشخص ده نفسه انزين بيكون عنده مرض اسمه البيدوفيليا. انزين المرض ده بيكون بيصيب الرجال، عرفت شلون، اللي هو التحرش بالأطفال الجنسي. يعني بعد اذن حضرتك، يعني ده التحرش بالاطفال ده، يعني ده مرض، ده مرض اسمه البيدوفيليا. تمام. انزين فبيصيب الرجل، طيب بيكون اكثر تحرشا للاطفال. عرفت شلون؟ وده بيكون ليه اسبابه، الله يسلمك. تمام. اوكي. طبعا هي اول شيء هنقول شو اسمه الوازع الديني. عرفتي دي اول حاجه. انزين يعني ده اول شيء، ولكن مثلا هو ايه اللي وصله لهي المرحله؟ عرفتي؟ اي نعم. المرض البيدوفيليا هاي الله يسلمك اللي بيصيب الرجال، اوكي، بيكون عنده حاجه اسمها انفصام في متلازمه اكو الدماغ. انزين بيكون عنده خلل الله يسلمك في اعضاء في الدماغ. عرفت شلون؟ بتوصله لهي المرحله ان هو بيكون متحرش جنسيا بالاطفال، وممكن طبعا بتبدي لعداء. عرفت شلون؟ الطفل ما، وممكن يوصل لمرحله القتل. عرفت هو يعني هو ممكن يقتل او ممكن ما يكونش في وعيه. لان ده حاله مرضيه. ده حاله مرضيه. حالة مرضية. نعم. عرفت شلون؟ يعني كف اطباء الطب النفسي اللي نحللوها. عرفتي؟ عارف ان ده مرض بيصيبه هو نتيجه خلل، طيب، في اعضاء في الدماغ بتوصله لهي المرحله. ده بالنسبه للسبب هنقول الطبي او الفسيولوجي او الخاص بالمتحرش. احيانا يا دكتور سياده المستشار، بيكون المتحرش بيكون على درجه من العلم والوضع وكيان وبيعمل هذه الفحاشه، يعني ما احنا قلنا ما احنا قلنا ده خلل. عرفت شلون؟ رغم ان هو على قدر من التعليم، يعني ممكن يكون دكتور. صحيح. اي نعم. اي نعم. او مثلا كانفصام في الشخصيه. عرفتي؟ هو شخصيه قدام المجتمع، انزين، ناضج، عاقل، طيب، متعلم، مثقف، دارس على قدر عالي جدا من العلم والدين. تمام. عرفت شلون؟ ولكن بيكون الجانب الانفصام الداخلي عكس تماما اللي بيكون شو اسمه الطبيعي قدام المجتمع اللي بيتعامل فيه. عرفت شلون؟ اي نعم. فده اللي بتوصله لهي المرحله. تمام. عرفتي؟ وفي اسباب ثانيه طبعا بترجع. طيب احنا معانا مداخله من ست اللواء. ست اللواء اسامه عصمت. الو. الو. الصحه والجمال. الصحه والجمال. الو. الو. شكرا، الصوت مش متواصل. طب اتفضل حضرتك. تمام. ست مستشار. انزين فبارك الله فيك. مثلا لو بدانا هنقول طيب الوازع الديني. اوكي. بارك الله فيك. طبعا احنا لو التزمنا بشرع الله وهدي النبي. انزين. اوكي. طبعا من الصغر وتعليم الاسلام والدين
بيبدا طبعا التنشئه من الاسره. طيب ان الصبي دوت طيب بيضرب طبعا من السن السابعه بيلتزم. طيب بارك الله فيك في الصلاه على قول الرسول امسكوهم في سبع واضربوهم في عشر. تمام. انزين فتبدا التنشئه الصحيحه طيب على شرع الله وهدي النبي. عرفتي؟ فعرف الصح من طيب الغلط. الله يرحم والديك. طيب والاخلاقيات انزين. تمام. اوكي والمبادئ والاسس. فبتبدا من الاسره من التنشئه داخل الاسره تدريجيا الله يرحم والديك. فبتوصل الولد لمرحله من التعليم طيب الاخلاقيات المبادئ انزين اللي بيقولوا عليها النخوه الكرامه الشهامه الاشياء دي فبتنزرع فيه من الصغر. عرفت شلون؟ فبيقدرش يوصل لمرحله لان هو تاسس صح يعني إنزين. يرجع الاساس هو الاساس ده صحيح ناتج عنه التنشئه الله يرضى عليك في البيت يعني اهم حاجه التنشئه الاجتماعيه والبيئيه ما لازم تكون الاسره طيب الزوج والزوجه طيب متعاونين متماسكين طيب ملتزمين. عرفت شلون؟ ولكن اللي بيرجع مثلا متحرش ده بيكون عنده مثلا الاسره فيها تفكك. تمام. عرفت شلون؟ اوكي مثلا نسبه طلاق ما بين الزوج والزوجه اوكي ارتفعت المشاكل زادت الله يسلمك. طب احنا معانا سياده اللواء اسامه عصمت ناخد رايه في من الاتجاه القانوني. الو الو ايوه فندم ايوه فندم ازيك يا سياده المستشار ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا نورت يا استاذ. سياده المستشار عندنا لك سؤال بس عايزين نعرف ايه الاجراء القانوني اتجاه عمليه التحرش؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك على المداخله زي ما يعني حضرتك سباقه بتمثل ما يعوق مسيره المجتمع من الناحيه القانونيه والناحيه الشرعيه. ولكن احنا النهارده امام بعض الظواهر الاخلاقيه احنا بنقول الحمد لله المجتمع بتاعنا. الو كل فتره ايوه مع حضرتك بيحصل على فترات نوع من نقص العداله. حضرتك ابعد عن التلفزيون شويه يا ست المستشار. انا بعيد عن التلفزيون. طب اتفضل. ايوه صوت حضرتك كده تمام اتفضل. هو موضوع التحرش هو موضوع يورق المجتمع وممكن يفقدنا بعض المشاعر الاجتماعيه اللي احنا بنتمتع بيها في الوطن العربي او في مصر بالتحديد. وطبعا نفس التحرش دي لم يذكر في القانون لفتره كبيره سوى من عامين فقط لما ابتدى المشرع يتنابا لبعض الظواهر الاجراميه اللي هي يعني بتقترب من بعض المسميات في انواع معينه من الجريمه زي هتك العزب او التعرض لانثى على وجه غير لائق. فلما الجريمه بتزداد حده فالمشرع طبعا بيضطر ان هو يفلسف القانون او يصدر تشريعات تتواكب مع هذه الجريمه. ففي حدود 2019 اضاف المشرع للماده 308 و309 اضافه لفظ التحرش. التحرش يعني ملامسه جسد المجني عليه سواء رجل او امراه. تمام. او طفل او طفله. الملامسه دي لازم نستشف منها تحقيق منفعه جنسيه. مش شرط يبقى في علاقه جنسيه كامله ولكن تحقيق منفعه جنسيه للي هو الشخص الجاني. ايوه. على المجني عليه ومش شرط ان بيكون بعدم رضاه او بعدم وعيه. ايوه بالغصب يعني. بعدم رضاه وعدم وعيه. وطبعا المشرع في هذه الجريمه بيدي عقوبه لا تقل عن سنه. وبيشدد العقوبه على بعض الفئات اذا كان الجاني من هذه الفئات. ايوه. يعني هي عقوبتها سنه؟ كلها متعددين. هي يا ست المستشار هي عقوبتها سنه؟ ايوه. عقوبتها سنه ولا اكتر؟ هي في عقوبه سنه. وغرامه ماليه. تمام. تمام؟ أيوة. ولكن في التعديل الاخير في 2019 عقوبه غرامه ماليه بتقول لك 10,000 ل 20,000 جنيه. مشرع شدد العقوبه خلاها سنتين الى 5 سنوات وغرامه 20,000 ل 50,000. غرامه ماليه. اذا تعدد الجناه او استخدموا سلاح او كانوا من الاشخاص اللي هم متولين الرعايه او التربيه او المسؤوليه عن المجني عليه. ولكن احنا في ظاهره حصلت في جريمه في احد احياء القاهره. أيوة. هي جريمه الدقي. فطبعا لازم احنا النهارده بنطالب المشرع بان احنا نعيد فلسفه السياسه العقابيه. لان الجريمه مش متعلقه بس بان حد بيلامس جسد الاخرين. متعلقه في النهارده لازم يبقى القصد الجنائي بيعتد ليه في هذه الجريمه ويظهر
يعني لازم يبقى في قصد جنائي ان هو عايز يحقق ان هو يعلم وتكون ارادته حره، يعلم ان هو بيرتكب جريمه تحرش. طيب انا النهارده عشان اودع هذه الجريمه يبقى لازم اغير العقوبه بتاعتها، لان كان الاول ما فيش حد بيعملها كتير، دلوقتي ممكن الجريمه دي تاخد بعض المظاهر بقت متعدده دلوقتي، يعني خطف او تعدي عليه. تمام صح. يعني انا في احدى الظواهر في 95 برضه شخص كان ما عندوش رغبه في القتل وعنده رغبه في التحرش او ملمسه جسد الفتيات الصغيره، ولما الفتاه قعدت تستغيث خدعها وموتها. يبقى هو لازم احنا النهارده نحط سياسه عقوبيه صارمه امام هذه الجريمه، ويبقى في وعي مجتمعي نبتدي نقص في هذا الوعي، اللي هيعمل كذا هيبقى عقوبته كذا. انما النهارده لما تبقى العقوبه سنه او سنتين او غرامه ماليه او احدهما، طب ما العقوبه غير رادعه. ايوه احنا ما بنقولش ان الظاهره منتشره، بس احنا برضو من امن العقاب بنحاول نحاول نتجنبها، يعني نتجنبها بقدر المستطاع. فاحنا النهارده اللي كناش ان احنا هنتفاعل مع الجريمه، لان الجريمه بتزداد بطريقه طبيعيه، كل ما المجتمع بيزداد تقدم او بيزداد تحضر او بتزداد الاجتماعات والمجتمعات، الجريمه برضو معدلها موجوده بالزداد. ايوه موجوده بتزداد، يعني في علاقه ما بين الجريمه والحياه. صح. فاحنا المجتمع لا يوصف بهذه الجريمه، ولكن المشرع لازم ياخد باله ان لازم يشدد مثل هذه العقوبات في مثل هذه الجرائم. تمام. لان هي جريمه اللي بيرتكبها ما عندوش مرض، ما عندوش ذنوب، ما عندوش، لا ده هو عنده رغبه في ان هو يحقق منفعه جنسيه معينه. اشباع رغبه يعني. بس ما تصلش لحد الاغتصاب او اكل العرض، ولكن هذه المنفعه هي يعني بتحمل الانسان يعني نوع من الضرر المعنوي اكثر من الضرر المادي. وبعدين ممكن لها ردود افعال خطيره ما نعملش جانبها، يعني الطفله لو استغاثت والمدني او الجاني حس ان هو هيفتضح امره ممكن يخلص عليه. ايوه صح، ممكن يموتها وينتهي منها. جريمه في 92 والجاني كان 79 عام وكل المجتمع ما كانش مصدق ان هو المرتكب في الجريمه، ولما جبت ومثل الجريمه وقلت قدام النيابه طبعا كان كله مستغرب، واحد 79 سنه ومريض ويرتكب جريمه قتل عشان بدايتها كانت تحرش جنسي. ايوه ده البدايه كده يعني. تمام. فانا يعني بنشد المجتمع انه ياخد باله برضه، وبرضه المجني عليها ظاهره برضه محتاجه للدراسه دي، لان هي برضه من اطفال الشوارع، احنا عايزين يبقى في رعايه من توعيه، عايزين رعايه وتوعيه خاصه برعايه الشباب. طبعا الحمد لله يعني بنعيش في ظل تقدم وفي ظل تحضر وفي ظل حياه كريمه ما كناش يعني لمسناها من قبل، وشايفين تطوير في كافه نواحي الحياه، في سواء في الصناعه او في الزراعه او في الاسكان او في الطرق، والقضاء على التعشويات وقضاء، عايزين بقى تبقى القانون او المشرع عندنا يتمشى مع مكافحه مثل هذه الجرائم. ماشي، شاكرين جدا. شكرا ست مستشار. شكرا يا فندم. نرجع تاني لست مستشار صقر، فهنقول بقى نكمل موضوع التحرش والتربيه السليمه. طبعا احنا دلوقتي عرفنا يعني جزاء المتحرش والحكومه والقضاء اللي بيحكم على اي قد كام سنه وغرامه ماليه، فطبعا دي بتعمل حديه الى حد ما. صح. في موضوع عمليه التحرش ده، رغم ان هو متكرر كتير ومع ناس برضو على درجه عاليه من الفهم والتقدم، لكن برضو هينطبق على الجميع. فبس نرجع لحضرتك كمان معانا برضو. ما تفضل سعاده اللواء الله يسلمك. برضو لازم تكون العقوبه اشد غلظه. طيب لانها بتوصل للقتل. أيوه. عرفتي؟ أيوه. مثلا ممكن ما يكون في وعيه انزين، او لما مثلا الطفله بتستغيث خوفا من الفضيحه او هذه، فممكن يقضي عليها يذبحها. بالضبط. أيوه. طيب فبالتالي راحت البنيه ديت انزين، هيدفع غرامه ماليه كانت 1000 او 10000 او 5000 اللي يكون، او سنه سنتين وعقب بيطلع والبنت راحت حياتها. عرفتي؟ فاذا يكون في رادع قوي. عرفتي؟ اوكي، اللي تتحط الله يسلمك خلاص، يعني عشان الوضع ما ما ينتشرش اكثر، لان كل واحد عارف العقوبه سهله خلاص. بالزبط. مثل مثلا في نتذكر حادثه الشهيد اللي اسمه محمود البنا. ايوه. اي نعم. طيب راح دافع عن جارته لما كانوا هيحاولوا يغتصبوا واخذوا جوالها. أيوه. والولد اتقتر رحمه. أيوه. الله عليه، ونحسبه من الشهداء باذن الله. انزين، وبارك الله فيك. العقوبه كانت ليهم، قالوا هم دون السن ويتحولوا للاحداث وهذه، وطبعا الولد راح رحمه الله عليه. هي المشكله يا دكتور ان احيانا بيكون مش في سن، مش يعني احيانا عمليه التحرش ساعات بيكون ما بين اولاد في سن بعض. صح. ولكن المشكله الاكبر ان بيكون مع رجال،
رجال ساعات بيكون رجال في الطب في مناصب ودكاتره في مناصب وفي مناصب ولهم مركز مرموق. فده اللي بيحزن يعني. انت دكتور بتعلم الطلبه وبتكلمهم وبتعلم اجيال. طب انت بتعلم اجيال ازاي؟ انت بتقضي على جيل لسه طالع يعني. فهي دي المشكله اللي احنا مش عارفين نتواصل معاها. ما اذا ده المرض اللي انا قلت لك عليه اللي اسمه البيدوفيليا. انزين هو بيكون طيب عنده انفصام انزين وعنده متلازمه انفصام في اعضاء في المخ نفسها. عرفتي؟ بيرجع العوامل هذه اسبابها ان هو من الصغر تعرض لهي الموقف. عرفتي شلون؟ او في عوامل اسريه ما بين انفصام الاب عن الام. اوكي بارك الله فيك. المشاكل باستمرار الضغط يعني العصبي الضغط الحياه الاسريه بيكون ما هي ده أساسها. اثر كبير ما هذا اساسها الحياة. بتتم بارك الله فيك مع بتتم مع الطفل او الصبي او الصبيه لين وفاته. تمام. عرفت شلون؟ بتتم بقى متلازمه معاه لان دي بتكون مراحل البحث في علم النفس لين يوصل لسن خلاص لين اخر سنه لين اخر سنه. عرفت شلون؟ اي نعم. فاذا انت مثلا كبوزيشن في الدوله وتفر وصلت لهالمرحله هو قدام المجتمع فهبته وهيئته ولكن لكن داخليا في الله يرحم والديك داخليا وضع ثاني خالص. عرفت شلون؟ فيبقى بيكون عنده خلل في جزء في اعضاء في المخ بتوصله لهي المرحله. ده الجانب الخفي اللي هو بس ما احنا لو يعني برضو انا مع حضرتك في اللي انت بتقوله بس يعني انا بقول ممكن قوي ان دي تكون روجيتا لنجاته من العمل اللي هو اقام بيه. لا هو حضرتك يعني فاهم قصدي ايه؟ صحيح. يعني هو مثلا ممكن قوي يقول انا اصلا عندي حاله نفسيه ما ممكن دي تخرجه من الجريمه اللي هو عملها. وهو نفسه ممكن ما يدري ان هو عنده هاي الحاله. وممكن يكون في تصنع فيها برضه. ما احيانا ممكن تكون يتصنع عشان يهرب من العقوبة ان هو مريض نفسيا او كذا كذا وينتهي من عمليه العقاب. ما احنا قلنا الجانبين يعني احنا قلنا بارك الله فيك الجانب النفسي. عرفت شلون؟ طيب والجانب شو اسمه العضوي. اوكي ده جانبه النفسي اللي ممكن صحيح يكون مريض فعليا وعنده هاي المرض وبيعاني منه من الصغر والهذي. اوكي وممكن جانب ثاني مثلا بيمارس عايز للاسف. أيوة عرفت شلون؟ وطبعا مثل ما قال تفضل سعاده اللواء طيب قال برضه ما هو التحرش انواع بالضبط. اي نعم. اوكي فبارك الله فيك برضه العقوبه هنا هتكون على حسب التحرش نفسه. اوكي فبالتالي مثلا ممكن ما ياخدش عقوبه مغلظه او اللي يكون يقدر يعيد مره ثانيه وثالثه ورابعه. مين بارك الله فيك بتكون الضحيه؟ الطفله نفسها هذه. واحيانا طيب ممكن يجي عليها يموتها واصرها. ما هذا هو ما هو ما بيكونش في وعيها فيبي يخلص من بارك الله فيك الجريمه اللي سواها. اوكي ويخفيها. فممكن يكون بذبحها بقتلها يقطها في زرع او هذه راحت البنت. وكثير قوي من الموضوعات دي حصلت وبالتالي بقى بينعكس على الاسره. هذا هو. عرفت شلون؟ أيوة. فبيوصل لمرحله طبعا انت كده بتدمر مجتمع. المحزن ان احيانا بيكون رب اسره وهو اللي بيعمل هذه الفحش. صحيح. وده اللي بيحزن ليه؟ لان هو ما بيحسش ان طب ما عنده اولاده هو مش شايف اولاده. اي نعم. ازاي موجودين ويعني ما خافش ربنا في البنت الصغيره دي. طبعا الموضوع الطفله المعادي دي ده من الواقعه اللي اثرت على علينا كلنا. صحيح. بالظبط. احزنتنا تماما. احنا بنحمد ربنا ونقول يعني شابوه للامراه والسيده اللي هي شافتها في الكاميرا واتعرضت. بصراحه وكانت ممكن تعرض حياتها للمخاطر. كان ممكن ممكن ما كانتش الشخصيه دي كان ممكن تبقى شخصيه مثلا غيرها بس باسلوب تاني ومختلف كان ممكن تجي عليهم هما الاثنين. صحيح. ولكن هي اصرت فطبعا ربنا يحميها. طبعا الواحد بيبقى حزين لان هي يعني الشخصيه اللي قامت بعمل الموضوع دوت شخصيه مرموقه. صحيح. فهو ده المحزن. اذا كان من الناس العلامه اللي عندهم فكر وعندهم درايه بكل شيء هم قاموا. امال احنا انهي توعيه بقى؟ نوعي الناس ديت اللي على درايه كبيره من العلم ولا نوعي الناس اللي في الشوارع اللي مش على درايه؟ طب احنا هنلتزم. هو ده اللي بيزعل. طب هل انت هتتم قدوتنا بهي الشكل؟ ما أني قدوة. واي جانب فيك انت؟ ما فيش قدوه. ما هذا هو بقى. هيبقى انت اي جانب؟ جانبك العلمي والثقافي والهذي ولا الجانب الاخر؟ ما هي دي دايره مغلقه. هذا هو. دايره مغلقه. نعم. طيب فبترجع طبعا مشكله بتهدد مجتمعات واجيال. يعني طب حضرتك بقى لو احنا عايزين نوعي اطفالنا اذا تعرضوا لهذه العمليه ايه يعني يعملوا ايه؟ ما برضه اصل الطفل انزين او طفله 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات طيب مش هيكون عنده الدرايه الكافيه. أيوة. عرفت شلون؟ ان شلون ما يقدر يحمي نفسه. فهمتي؟ لان المتحرش ده بيكون ليه مدخل
بالظبط. عرفت شلون؟ اه بيدخلوا مثلا من ناحيه العاطفه، من ناحيه مثلا شو اسمه بشتري لك شوكولات بسكوت ما ادري وشو، بيستغل حاجته وضعفه ويبني عليها هو احتياج شلون يسحبها ليه. بالزبط. فهمتي؟ فهو بيكون مسكين يعني طفله بتبيع مناديل او هذه. احنا عشان كده احنا مش عايزين ولادنا ينزلوا. طيب ما الاولاد ينزلوا، ما في بالنسبه للاسره للبيت، ما في مثلا بالنسبه اولاد اسر مسكره عليهم عرفت شلون، ولكن اطفال الشوارع هذول عرفت شلون؟ أيه. يعني مثلا فخامه الرئيس السيسي أيه. طيب حطت منظومه لبارك الله فيك اطفال الشوارع هذول وشغالين عليهم على نهج وساق عرفتي؟ أيه. اي نعم يعني دوله الرئيس مدبولي اتكلم في الموضوع دوت من حوالي يمكن من فتره اوكي شلون نقضي على اطفال الشوارع دول ونقيهم ونحافظ عليهم الله يسلمك، اللي مثلا بيكونوا تحت الكوبري واللي بيبيعوا مناديل وما ادري وشو شلون الفتره دي يعيشوا في طفولته. تمام. فهمت شلون؟ فهم قاعدين يشتغلوا عليها، ولكن طبعا المنظومه كبيره، منظومه كبيره فعلا. آه. وبالتالي مثل ما انت شايفه يعني الدوله قاعده تشتغل في كل الجهات. ايوه عرفت شلون؟ مثل برضه ما تفضل سعاده اللواء، طيب قاعدين يشتغلوا في الصناعه والصناعه والتعدين والثروه السمكيه والحريه. أيوة أيوة نعم عرفتي هذا هو. اه لينا نظره بقى في الجانب ده كمان. اي نعم فهم كمان داخلين في هالجانب، ما هو ده شق من ضمن الشقوق. طيب اوكي غير مثلا بارك الله فيك اوكي المعاملات الخارجيه. طيب اوكي والبروتوكولات مع الدول الخارجيه. طيب. يعني لسه كان في اتفاقيه ما بين مصر والسودان، اتفاقيه جميله جدا بارك الله فيك، هتفيد في الثوره الثوره الزراعيه والسمكيه وهذه. طيب فبرضه دي من ضمن الجوانب. أيوة عرفت شلون اللي هتفيد المجتمع الله يرضى عليك اولادنا اه والاجيال والدوله. انا بس يعني ليا مقوله صغيره بقول لكل ام، يعني ما تعرضيش ابنك الصغير او بنتك ان هي تنزل تجيب حاجه. صحيح. يعني كتير جدا مننا انزل جيب كيس ملح، ماشي سوري يعني جيب ملح، جيب من السوبر ماركت ما اعرفش ايه، ما يعني برجاء لو انت جيتي على نفسك افضل بكتير من ان نعرض اولادنا لمخاطر احنا مش قدها. صحيح. وبعد كده بنرجع نلوم نفسنا. يمكن لما بتقول بس انزل عشان امنه في منطقتها، فيمكن بتقول انا امنه في المنطقه وبين جيراني، لكن طبعا يكون ده من خارج المنطقه. من خارج المنطقه من خارج المنطقه معدي وشاف طفل. نعم. في يعني في اولاد كمان بيبقى شكلهم جميل ما شاء الله ما شاء الله عليهم. اي نعم. يعني بصلها بقى بس البنوته حلوه او ولد حلو وتبقى مصيبه طبعا وتقع طبعا. فالله المستعان. فالله المستعان وربنا يحفظ اولادنا جميعا. آمين. ويحمي مصر واولاد مصر. اللهم استجب يا رب واولاد العالم كله والعرب عشان ما تزعلش مننا. ما هو اصل ابن مصر بارك الله فيك من امن العرب والامه آه الله يرحم والديك. فالله يجعل مصر ان شاء الله بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائل بلاد المسلمين ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. امين. طب احنا دلوقتي في حته كده عايز اسال حضرتك فيها، ازاي طب نربي اولادنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ يعني نربيهم ازاي؟ طبعا حضرتك الزمن بقى متقدم وتفكير الاولاد والشباب معانا بقى مختلف. صحيح. ارائنا بقت مختلفه، ازاي احنا نقدر نتعايش معاهم وفي نفس الوقت ما يكونش فيه فرق ما بين المعامله عشان ننجح نعمل. صحيح. طبعا اول شيء في ظل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي طبعا غطى العالم والحياه الدنيا. السريعه عرفت شلون. يفضل من اولياء الامور انك دايما تتابع ولدك او بنتك وليس تراقبه. تمام. تابعه بيتواصل مع مين، ليش دخل هنا على هاي الموقع، ليش مثلا بيكلم مين، ليش عرفت شلون. تابعه وانصحه عرفت شلون. وحاول انزل لمستوى تفكيره. طيب. أيوه. وارتقي فيه اوكي، ودايما حط عنده يا ولد راقب الله يا بنت راقب الله. طيب فابدا مع الولد او البنيه، طيب خليه يفتح له المجال ولكن تبعه انزين وربيه على تربية الإسلام انزين وشرع الله وهدي النبي. تمام. خليه مثلا يقعد بارك الله فيك ساعة نص ساعة اللي يكون أوكي. بابا حبيبي بارك الله فيك سمعت الأذان قم لبي. طيب ابدأ حط داخله طيب راقب الله دايما وصلاتك هي الأهم في كل شيء. أوكي. تبعه انزين ما تسكرش عليه، لأن لو سكرت عليه طيب طبيعي الله يرضى فمش هتقدر تعمل كنترول عليه. انزل اي نعم. تابعه شوف هو بيحب ايش، الهوات اللي بيحبها الهوايه بيرغب كره قدم سباحه طايره سله اللي يكون وديه يمارس الرياضه. لان هو كمان داخله في طاقه عرفت شلون يبي يفرغها. اوكي فلا تكبتها اوكي اكثر ما هي مكبوته. وتابعه
طبعا كل واحد برضه عليه عاطق الاب او الام او هذه بالتاكيد بس نعم. لابد أوكي. يكون فلازم يكون في رقابه ومتابعه. طول ما الولد انت بتحسه على الصلاه والقران طيب وشايفك انت بتسوي، لان بارك الله فيك ما يصير ان تقول للولد يا بابا بارك الله فيك قوم صل اوكي وانت ما تصل بالظبط، عرف شلون؟ فاذا فاقد الشيء لا يعطيه. ففهموا ان بارك الله فيك اهم شيء في حياته هي الصلاه والقران عشان تصلح حياتك، عرف شلون؟ وتدري يعني الرسول بقى بيقول يا رسول الله طيب رحله الاسراء والمعراج، طيب اول شيء طبعا بهني مصر الأمة الاسلاميه عشان رحله الاسراء والمعراج طيب، فامين يا رب ان شاء الله. فاول شيء حس دايما في الولد الوازع الديني طيب، فهتفضل الولد باذن الله هيطلع صالح على تقوى من الله. طيب طول ما شايفك انت طيب بتطبق طيب السنن اليوميه 5 فروض في اليوم والليله، قراءه ما تيسر من القران، اذكار الصباح والمساء، الرقيه الشرعيه، الولد هيشوفك دايما انت قدامه وانت مثله الاعلى اوكي. فهتقدر توصل بالولد لمرحله من النشء السليم على شرع الله وهدي النبي، عمره وليعوذ بالله ما هيكون في اختلاف. احيانا بتبقى ابهات ماشيين على نفس النهج حضرتك زي ما بتقول ولكن ما عندهمش التواصل ما بينهم وبين اولادهم، صلي برضو بيقولوها باسلوب جميل ولكن ده ما يكتفيش باسلوب التعامل ما بينه وبين ابني او بنتي، يعني لازم يبقى في حته لازم يكون في تواصل تواصل ما بينه وما بين الولد وما بين الام وما بين المدرسه وما بين النادي. تمام، عرفت شلون؟ هي كلها حلقه بارك الله فيك، كل واحد بيقوم بدوره بدوره، عرفتي؟ أيوة. أيوة. فلازم كل واحد الله يسعدك يقوم بدوره، هي دايره، الله يرضى عليك، دايره مغلقه وكل واحد عنده دور ومهام. طب هل لما يكون الاب صديق لابنه وجاء قال له انا بكلم زميله، هل هذا خطا ام صح؟ ده سلاح ذو حدين اوكي. ممكن بابا اوكي بتكلمها، شيل الكلام اللي بينك وبينها، والله بابا في الدراسه في مدري وشو، اصلي يا زميله في المدرسه اصلي مدري وشو، هذه وهذه اوكي ماشي الحال حبيبي بارك الله فيك يعطيك العافيه ومدري وشو هذه، بس حبيبي بارك الله فيك هل ترضى لاختك ان واحد يكلمها؟ فادخلي له بعد من دخلت الشرع والدين، عرفت شلون؟ انا يعني انا اسفه في اللي انا هقوله، انا اعترض مع حضرتك في الحته دي لان انا لو انا قفلت لابني انا ما هو مش بيعمل غلط بس ولكن عنده يعني حتى في سن معين حضرتك بتبقى تدرك كويس جدا اللي هو سن المراهقه او ما بعد ذلك، فبيبقى عنده الشاب او الولد بيبقى عنده حته حابب ان هو يعرف حد او يعني هيتحس ان هو برجوله، تبقى ان هو كبر المرحله الانتقاليه دي بتبقى مرحله صعبه جدا، يا اما احنا نحتويها يا اما احنا مش معنى ان انا اكون صديق لابني ده يقلل من احترامي لوالدي، ولا ان انا ما انا لو طبعا لازم اقول له انت ما تعملش الغلط وما تعملش وما تعملش وما تعملش ولو مش هترضى لاختك ومش كل ده كلام زي الفل، بس ده لو عمل شيء مخطئ، لكن هو ممكن يقول لك اي زميله انا بتكلم زميلي بقى في المدرسه، مش هقول ان هو بيقابلها يعني هو بيكلمها في المدرسه، هل هذا مخطئ؟ إيه العلاقه ما بينهم؟ ما احنا لو قفلنا ما هو ممكن زي ما حضرتك بتقول لا انا مش هكلم عشان خاطر عندي اخوات، بس ده لو صعدناه جواه هيربي عنده عقده، ده اول حاجه. ثاني حاجه هيبقى مش من السهل ان هو يعرف يتعامل مع حد لان احنا حجبناه، انا ما تعملش كده عشان خاطر اخواتك، ما بقت في حته برضو دي سلاح ذو حدين، ما يا اما انا حابه زي اخواتي هيبقى معقد بقى خايف لا مش هكلم دي عشان عندي بنات ما اتكلمش. لا انا قلت لك ايش بارك الله فيك، يعني انا بقول له إيه؟ لا انا بقول له اوكي يعني ايش يكون، خد بالك ان عندك خوات ده خط رجعه تمام، الله يرحم والديك هذا هو عشان ما تخطئ بس اي نعم أوكي. لكن هو مش ما غلط. انا عارف انت لا مش غلط، ما انت قدامي او من ورايا هتعرف ومعك الريدي في المدرسه وفي الجامعه وفي الثانويه العامه اوكي تمام، ولكن حبيبي بارك الله فيك انا بخاف ان انت تتعدى هاي الخط، فاذا ده خط احمر بالنسبه لك او خط رجعه اعرف بارك الله فيك في حدود الزماله انزل الله يرضى عليك وتواصل معها علني قدام عينينا اوكي أيوة. أيوة. عشان ما يعني ما تتطرقش الاشياء خفيه توصلك لشيء اكثر اي نعم أيوة. فدايما احط قدامك ان برضو عندك خوات بنات فاتقي الله فيهم اي أيوة. نعم عشان ما تتعداش المرحله وتشوف اختك في وضع انت ما تقبله عرفت شلون، فانا بخط لك ده خط رجعه اوكي وانا متابعك حبيبي اوكي عشان ما تخطئ، انا في البدايه قلت لك ايش تابع الولد ولا تركبه متابعه صح عشان توجهه صح بالضبط، لان لو تركته
هيوجهوا غلط. الله يرضى عليك وبارك الله فيك. رفقات السوء هم اللي هيوجهوا فهيوجهوا خطا. تمام. انا قلت هيوجهوا على فكره. طيب هل ممكن الانسان يكون منافق وهو مش داري؟ صحيح. ازاي؟ واللي اعوذ بالله طبعا رب العالمين نزل لنا في القران الكريم سوره اسمها سوره المنافقون صفحه رقم 554. بس هو اصلا مش منافق. لا ما هو من داخله هو مش داري ان هو مش منافق. يعني عايز حضرتك توضحها لي بالظبط للجمهور. ده بيكون عنده طبعا حاجه اسمها انفصام في الشخصيه. طيب هو بيجي قدام الاخرين بصوره، طيب ان كان الصوره مثلا من التدين، من العلم، من الثقافه، من اللي يكون عرفت شلون، لغرض ما. طيب بيوجهه للاخرين وهو من داخله لعكس ده تماما. عرفت شلون؟ فدايما بتحصلي النوعيه هذه اوكي بتكون نوعيه دايما خائفه ان حد يكشف سترها. عرفت شلون؟ ودايما بيكون انطوائي من الجانب الداخلي اللي هو ما يخليش حد يطلع على اسرارياته او داخلياته. ليش؟ لانه هيكشف جانبه الداخلي اللي هو النفاق اللي فيه. انزين؟ بالتالي هيلاقي ان الشخص نفسه كمان ممكن يوصل مرحله العدوانيه. ازاي بقى؟ وهيكون عدائي للي حاول يوصل او يعدي الجدار اللي هو حطه للحدود هذه. اوكي؟ فبيكون عنيف جدا في رد فعله ان انت بتكشفني انا. وليعوذ بالله منافق. اوكي؟ لان انا قدامك بصوره. اوكي؟ هو منافق ومش حاسس انه منافق. غصب عنه. ما دي بتكون بارك الله فيك بقى عوامل داخليه نفسيه اتربى عليها من الصغر. اوكي؟ وانزرعت فيه وكبرت معاه للاسف. عرفت شلون؟ فبيكون ده طبعا شخص غير سوي. عرفتي؟ فحاول على قد تقدر لو يعني عرفت اللي قدامك بهالطريقه لا ابعد عنه. طب ما احيانا الانسان بيكون مجبر للنفاق رغم انفه زي نفاق العمل. ايه يعني نحب نعرف راي الدين في الحته دي. يعني انا ممكن اكون منافقه عشان انا مديري قدامي فلازم انا مش بحبه بس لازم اجامله. والله انت وانت وهو انا ولا بحبه ولا بطيقه. يبقى ده حاجة غصب عني لأن أنا لو خدت الوجهة اللي بداخلي ممكن هو يتعامل معايا بطريقة تانية مختلفة تماما. ده بقى العقاب عند ربنا إيه؟ يعني هو ممكن يكون عدم التراضي. أول شيء ده نفر. طيب أي نعم. أنت الحين مثلا لو افترضنا فرعون، طيب مين اللي ضيع ملك فرعون إلا هامان؟ مش قاعد يكبر فيه وقال له يعني أنا هبني لك صرح توصل لرب العالمين لين وصله قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. ده وصل لمرحله فرعون قال انا ربكم الاعلى. انزين ده كان نفاق من اللحوله. عرفت شلون؟ قعدوا يزينوا له لين وصل لهي المرحله. بالزبط. اي نعم. ولكن برضه رب العالمين لما نزل لنا في سوره غافر انزين في رجل يكتم ايمانه. تمام. اي نعم. مين هاي الرجل؟ ده كان المستشار الخاص لفرعون. اوكي؟ وكان ولد عمه. انزين وكان يكتم ايمانه خوفا من بطش فرعون. ايوه. وكان هاجر الرجل ورب العالمين ما ذكرهوش في القرآن. طيب هو رب العالمين طبعا بيكون ليه حكم. أيوة. يعني مثلا ما يذكرش ده في القرآن لهدف ما لهدف. أنا عايز أوصل لك مرحلة خد عمله. طيب وعشان كده الرسول سمى سورة غافر سماها سورة المؤمن لأن كان رجل مؤمن يكتم إيمانه. أيوة. إنزين فعطل فرعون لين سيدنا موسى وصل للبحر. طيب فأنت الحين لما هتنافق هتقعد تنافق في مديرك أو مكفولك أو اللي يكون في النهاية هو هيكشفك انك قاعد تنفقه. عرفت شلون؟ فلو اتقيت الله في عملك مش هيقدر مديرك او كفيلك ان يفنشك او يقضي عليك. مش هيقدر يفنشك في عملك ولا في نفاقك؟ لا في عمله. فانت مهما تقعد تنافق فيه هو هيكشفك وهيعرف انك قاعد تنفقه. عرفت شلون؟ وبعد هيفنشك. عرفتي؟ تمام. لكن انت الحين اتقي الله في عملك والتزم في عملك بما يرضي الله. انزل وما تبي تقعد تجمل فيه. ليش؟ ايش تبي فيه؟ هو حالك حاله. هو حالك حاله. وانت منصب وهو منصب. تمام. عرفت شلون؟ أيوة. وكل واحد الله يسلمك قاعد في الوظيفه هذه بيخدم المواطن فقط. بالزبط. اوكي هتقعد تجمل فيه وتكبر فيه هتعطيه ان هو يعطيك بونص او سبيشال بونص او يحطك النائب ليه او الشغلات دي كده. هيقول ما انت مثل ما سويت معايا هتسوي مع غيري. عرفت شلون؟ وبالتالي بعد هو هينقلب عليك انت. أيوة. انت التزم. طيب رب العالمين اعطاك الله يسلمك اوكي الشرع وهدي النبي الدولة قالت لك انت دوامك 8 ساعات اوكي وتخلص شغل المواطنين بما يرضي الله ما لك خص فيه ولو اتقيت الله في شغلك ولا هيقدر عليك.
يعني احنا نتقي الله في شغلنا عشان المديرين بتوعنا ما يزعلونيش. مدير او غير مدير سامعينا دلوقتي مش هننفقه بعد كده. طيب هننتقل للنقطة الأخيرة بقى إن شاء الله عشان حضرتك بقى تدينا معلومة كده. إيه السر والحكمة اللي بيشير ليها المولى عز وجل فإن في ناس مؤمنة وكويسين جدا وبيعانوا من مشقة العمل وقلة ما فيش وربنا بيزود عليهم الأعباء، إلى جانب إن في ناس منحرفة ربنا بيعلي شأنهم وبيزودهم في المال. في حكمة يعني ضغط من هنا وعلو من هنا، إيه حكمة المولى عز وجل من وجهة نظر المستشار؟ طبعا رب العالمين لما خلق الكون، طيب رب العالمين قبل ما يخلق الكون خلق القلم، فقال للقلم اكتب، فقال يا ربي وماذا اكتب؟ قال له اكتب مقادير الخلق. فكل واحد بارك الله فيك كان في الدنيا دي شقي او سعيد، تمام، كل واحد مقدر له الرزق قدر الله. اي نعم. ورب العالمين لما بينخلق ابن ادم بينزل من السماء سهمين بيمشوا مع بعض، الرزق والموت، والاثنين بيوصلوا له في وقت واحد وفي مكان واحد وفي موعد واحد، طيب، وبينتهوا مع بعض. فبارك الله فيك بيوصل له رزقه، طيب، وموعد وفاته، خلاص ده مكتوب، يعني ده قدر، خلاص ده قدر اللي هو طيب اللي هو من خلق الخليقة. الشيء الثاني، كان فقير أو غني أو هادم، لا تعتقد اللي هو الغني إن رب العالمين بيعطيه ويزيده، إن ممكن يكون رب العالمين راضي عنا. ما ممكن، ما إن الله بيستدركه، ما هذا هو، ما هو رب العالمين بيكون بيستدركه بالنعم. طيب، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإن الله يمهل العبد، طيب، الظالم، عرف شلون، وإن أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، لن يفلته، يعني هياخده عليه هذا بيمهله، الله يرضى عليك، فبيستدركه انزل بالنعم. انا قاعد اعطيك اعطيك اعطيك، قدر النعم اللي انا اعطيتك اياها وميزتك عن غيرك. تمام. شوف حال الفقير المسكين اللي مش لاقي ياكل، بارك الله فيه، مش ما عنده السياره، ما عندوش، طيب انا اعطيتك واعطيتك واعطيتك، اعطيتك من المال والعيال والجاه والمناصب وهذه، ليش؟ عشان بارك الله فيك تزكي وتتصدق على الفقير. لان وصل بارك الله فيك عدد الفقراء المسلمين 49% فقراء. يعني هو طيب، اذا كان اعطى الله سبحانه وتعالى المنحرفة كان لي هدف ما، يعني نعم، انا بديك عشان تراعي الغلابة. صحيح صحيح. اي نعم. اذا انت بقى ما بتراعيش انا هزودك وهزودك بقى انت كده قلت لك عقابك. نعم. عنه وليعوذ بالله. اي نعم. ولكن احنا بنقول اللي بيمر بمشقة او عناء في اي شيء، ابشر 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 بخير الدنيا والاخرة، ان مع العسر يسر، الى جانب ان هو لقاء هيكون في الجنة. صحيح. والرسول قال ما ينتصر عسر على يسرين. الوقت ما حضرتك بيجري بصراحة، عمالين يقولوا لي خلصي خلصي مش عارفة أعمل إيه أنا. الوقت بيجري طبعا، والحلقة جميلة جدا، طول عمرك، أنا مش عارفة بجري بسرعة إزاي، ما شاء الله. وأشكر حضرتك ونشكر كلنا وجمهور بتاعي المستشار صقر عبد الله، أشكرك على تواجدك معنا، وأنا أشكرك بارك الله فيك لاستضافة لك ثاني مرة، وأشكر كمان العاملين بقناة الله الصحة والجمال والقائمين عليها، ويعطيكم ألف عافية. إن أنا صدق مستأنس إن أنا في هاي القناة وإن معاكي للمرة الثانية. إحنا سعداء جدا بوجودك. الله يرضى عليك إن شاء الله. وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، وأتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، ولو في برضو أي اعتراضات ممكن تتواصلوا معايا، وأقول لكم تصبحوا على خير.